نزعة الطاعة، أو بكلمة واحدة الطاعوية. الطاعوية أي النظر إلى الطاعة على أنها أم الفضائل، فضيلة الفضائل، أس القيم، جذر الأخلاق أيها الإخوة، المثل الأعلى للسلوك، الطاعة. هذه طاعوية ليست طاعة، انتبهوا. ما أمر الله بها ولا رسوله ولا العقلاء من البشر، هذه يأمر بها المستبدون والطواغيت، من أصغر طاغوت إلى الطاغوت الأكبر على مستوى أمة ودولة، ويضحكون علينا ويضللوننا أيها الإخوة ببيع مفاهيم مهترئة، مفاهيم رثة، ومفاهيم قبيحة وكريهة وعنيفة جدا، لكن بعنوان جميل اسمه الطاعة. أليس يجب علينا أن نطيع الله ونطيع رسوله ونطيع أولياء الأمر ونطيع والدينا ونطيع مشايخنا ونطيع أساتيذنا؟ بلا شك. طب لماذا إذن تشن هذه الحملة الشعواء على الطاعة؟ لا، فرق بين الطاعة أيها الإخوة والإخضاع، بين الطاعة والقهر، بين الطاعة وطمس شخصية الإنسان، استقلالية الإنسان، فردية الإنسان. هذا كما قلت وسأوضح هذا بعيد قليل، تقريبا فيما أرى جذر معظم مشكلاتنا الاجتماعية الخلقية السلوكية والسياسية، هو هذا. من هنا المرض يبدأ، من هنا أيها الإخوة. كيف ذلك؟ أولا أتساءل عجبا وعجبا من هذا العجب لا ينتهي، كيف يراد لنا أن نسلب ما كرمنا به الله؟ الله وهو الله، لا إله إلا هو، له علينا أعظم الحق، لأنه خالقنا، مبدعنا، محيينا ومميتنا يا أخي، ورازقنا ومدبر أمرنا، فله علينا كل حق وكل الحق، ومع ذلك آثر أن يعطينا حريتنا. قال لنا: لكم الحق أن تطيعوني، ولديكم المجال الحرية أن تعصوني، وكل بحسابه. قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعطانا إمكانية أن نكفر؟ قال: نعم، أعطيتكم إمكانية أن تكفروا بي وأن تكفروا حتى بنعمائي، أقل في مستوى، أقل هذا يقع في كثير من المسلمين حتى هذا، لكن أن تكفروا به كفر الشرك والوثنية والثنوية والإلحاد والتجديف والعياذ بالله، أعطانا ذلك. قال: وهديناه النجدين، أمامنا نجدان، صراطان أيها الإخوة، أو طريقان، صراط مستقيم وطريق معوج والعياذ بالله ملتوٍ. قال: فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجور، انتبهوا، والنفس لا تستوي ولا معنى لاستوائها. إذا أراد أن يتحدث عالم نفس عن السوية، نورماليتي، ما هي السوية في الإنسان؟ أي السوية لا تتحدد بعنصر ملائكي، أن نكون ملائكة منزهين، لن نكون أسوياء كبشر. كبشر لا نستوي إلا ضمن هذا التعارض بين الفجور والتقوى، وتبرز إنسانيتنا أيها الإخوة من خلال انتخاب طريقنا وآرائنا وقيمنا ومفاهيمنا، نريد هذا ولا نريد هذا، لماذا؟ لكذا وكذا. قال: هديناه النجدين، ألهمها ونفس وما سواها، فهي لا تستوي إلا بماذا؟ إلا بالمعنيين كليهما، الفجور والتقوى. الفجور بإزاء التقوى، التقوى بإزاء الفجور. ينتخب الإنسان سلوكه، مفاهيمه، عقيدته، طريقه، انتخابا شاقا ومرهقا أيها الإخوة، تجتاحه الشكوك والتشغيبات والريب والتساؤلات والمجادلات والسجالات والتطور والإثبات والنفي والتناسخ والانسلاخ عبر حياته هكذا. هذا هو، هنا تبرز عظمة الإنسان، هذا مجد الإنسان، هذا مجد الإنسان الذي جعله سيد هذا الكون أيها الإخوة، خليفة الله في أرضه، هو هذا. ولكن المجتمع والثقافة، الأب، الأم، الأستاذ، المدرس، المربي، الشيخ أيها الإخوة، حتى المثقف ربما، يريدون الحاكم طبعا بلا شك، الحاكم المتسلط المستبد، يريدون أن يسلبونا هذا وأن يفهمونا: لا لا لا، عليكم أن تفكروا، قد فكرنا عنكم، قد انتخبنا عنكم، لماذا تفكر أنت؟ لماذا تدرس أديان أخرى وفلسفات وآراء وترهق نفسك؟ ويأتيك من يتبجح، خاصة من بعض علماء الدين، يقول: لماذا هذا اللف والدوران؟ ها؟ لماذا هذا الطحن والعجن؟ ولا نكاد نرى طحنا ولا عجينا، نحن سننتخب لكم كل شيء، الطريق واضح يا جماعة، اتركوا، لا تقرأوا، لا تتعلموا، هذا الحق والباطل هناك، انتهى كل شيء.
هذه ليست خطة الله أيها الإخوة في تكريم الإنسان وفي استخلاف الإنسان، هذه خطة المستبدين. الذي يقول لك هذا ولو كان أعلم العلماء وأشهر المشايخ، أنا أقول لك هذا الخادم رقم واحد للطاغوت، حتى وإن أعدمه الطاغوت، قد يأتي به الطاغوت وعلقه على مشنقة، لكنه خادم الطاغوت. هذا يرسي نظاماً ويؤكد بنية معينة في المجتمع أيها الإخوة تسحق فردية الإنسان، تميز الإنسان، بحيث لا يعدو أو لا يرى الإنسان نفسه قادراً على أن يرى نفسه ذاتاً مستقلة، لها خياراتها، لها إمكاناتها، لها مزاياها، لها اختصاصاتها. يا أخي، كل واحد فينا ومنا هو كون بحياله، عالم بإزائه. لماذا خلقنا الله في الشكلة في الهيئة غير متشابهين؟ ليقول لنا لستم متشابهين في أكثر الأشياء. قال أحد الحكماء الكبار: الجامع المشترك بيننا أننا مختلفون. صحيح؟ أكبر مشترك بيننا اختلافنا، أكثر ما يوجد فينا الاختلاف، كل يختلف عن الآخر. هناك مشتركات بلا شك، لكن الجامع الأعظم ليس المشترك، المختلف، فردية الإنسان. في مجتمعاتنا وإلى اليوم ومن أسف لا نجد من يحدثنا عن أنفسنا، انتبهوا، ليس عن أنفسنا كأمة، كجماعة، كشعب، كمجموعة، كحزب، كتنظيم، لا، لا نريد هذا، مللنا من هذا. تكلموا عن هذا مليون سنة يا أخي، يتكلمون دائما عن هذا، وفي الأخير فقدنا أنفسنا جماعة وفقدنا أنفسنا أفرادا. نريد ابتداء من يحدثنا عن أنفسنا أفرادا، عني وعنك وعنك أفرادا، فردية الإنسان، استقلالية الإنسان، ما لي وما لك، ما أنا وما أنت، من أنا ومن أنت، هذا الذي نريده أيها الإخوة. لكن الآن لا يكاد أحد يحدثنا عن هذه الفردية، فرديتنا ذائبة ومستهلكة أيها الإخوة في المجموع، هويتنا هوية المجموع، خياراتنا خيارات المجموع، ما نحب وما يحب المجموع، ما نكره أو ينبغي أن يكون كذلك، ما يكره مصيرنا مصير المجموع، لا وجود لأي منا خارج هذا المجموع، وهذا غير صحيح، والله لا يريد هذا تبارك وتعالى، ولم يخلقنا لهذه الخطة، لكن هذه خطة الاستبداد والقهر والإخضاع. البنية التي تنخر وتعمل على كل المستويات هي بنية الإخضاع، طبعاً يسمونها الطاعة. لا يذهبن بكم أيها الإخوة هذا الخداع إلى حيث يريد، لا يضللنكم هذا الخداع عن حقيقة الأمور، انتبهوا. يسمون السيء باسم حسن، بعنوان حسن. أحب أن أقول أولاً، الطاعة في كتاب الله ليست هي الخضوع بأي حال من الأحوال ولا في السنة. الطاعة في الكتاب والسنة والسيرة، وسيرة المهتدين القادة الأبرار من أصحاب رسول الله، تعادل الانتخاب الحر، ما أريده أنا، ما أوافق عليه. ولذلك المادة طوع، الاسم طاعة والمصدر إطاعة، من طاعة له وطاعة معه وطاوعه. إذا رضي بالإصحاب والإنقياد فطوعت له نفسه، فمن تطوع خيرا. ما معنى تطوع يا أخي؟ كل من طوع، من تطوع ألزم نفسه شيئا ليس لازما بالأصل، لكن هو تبرع بهذا، هذا تطوع. كيف نفهم الطاعة لأنها إخضاع؟ وبدك تدندن راسك وتنعم وتقول نعم نعم وأنت غير مقتنع، وهذا طاعة؟ هذا ليس طاعة، هذا إخضاع، هذا قهر، هذا استلاب أيها الإخوة، وسلب ونفي لفردية الإنسان وشخصيته وحقيقته وكيانه، ينتهي به إلى واحد، إلى رقم من أرقام أيها الإخوة، إلى عضو في القطيع، هم أحسن ما يتهيأ للمستبد الظالم، هؤلاء أمثال هؤلاء ممتازون جدا. لذلك انتبهوا، البداية ليست من الظالم ومن جهاز الاستخبارات وجهاز الشرطة وعشرات الأجهزة، مستحيل أن نحفظها أبدا، منك أنت، مني أنا، منك أنت، من الأب والأم، البداية الرئيسة من البيت، من يربي أولاده على نموذج الإخضاع ويسميه طاعة، انتبهوا حتى لا نضل، هذا الذي، هذا أكبر خدام المستبدين والله العظيم، هذا الذي يرسي دعائم الطغيان في بلادنا، هو هذا، حتى وإن كان شيخا وعالما ويحفظ كتاب الله بالقراءات 14، هذا أكبر عون للمستبد، يهيئ له المادة الصالحة، يهيئ له الركوبة لكي يركبنا، انتبهوا. حمير السلطان ونعال السلطان هم هؤلاء المساكين، يا حرام،
وعلى فكرة السلطان لا يؤمن كما قال محمد عبده مرة في محمد إيه علي باشا الكبير تقريبا، قال هذا الرجل لا يحب أي ضمير بارز ولا مستتر إلا ضمير الأنا، أنا هو فقط، ليس محمد علي. كل المستبدين عبر العصور لا يؤمنون إلا بأنفسهم، توجد أنا واحدة، يوجد فرد واحد هو، الآخرون دائما مجموعات قطعان، يوجد النساء، يوجد الرجال، يوجد الحرفيون، يوجد المثقفون، المشائخ، العلماء، هكذا بالمجموع. ويغضب جدا جدا المستبد أيا كان في الشرق أو الغرب إذا برز أي ضمير أيها الإخوة، إذا برز ضمير حتى على مستوى لاعب كرة يغضب، هذا يغيظه، لا يريد أن يبرز لاعب كرة. لماذا يبرز لاعب كرة؟ لاعبو كرة أهلا وسهلا، لاعبو كرة فريق، الفريق الوطني لكرة القدم، لكن لاعب منهم ويهتف له الجماهير وباسمه يغيظه جدا جدا، يدبر له تدبيره يدهوره، لاعب كرة لا علاقة له بالسياسة. هكذا هم، هكذا هم، ونحن نعطيهم هذا، نحن نعطيهم هذا بدءا من التربية البيتية الأسرية، تربية الاستلاب والقهر والإخضاع والذل أيها الإخوة. هذا يفسر لنا كما قلت لكم أشياء لا تخطر على بالكم. يعني مثلا لماذا لا يحترم بعضنا بعضا؟ أنا أقول لكم باختصار، نحن العرب غير محترمين، أنا عربي وهذا يؤذيني جدا ويجرحني، غير محترمين، نحن لا نحترم بعضنا. أنا أقول لكم إذا وجدتم شخصا يحترم الآخرين، هذا الاحترام إما أن يكون ذلا أو تذللا أو انتهازية أو ملقا أو خوفا عبوديا، إذا كان الذي يؤدى له طقس الاحترام شخص متسلط في أجهزة تنفيذية في الدولة في بلادنا، فهذا ليس احتراما، هذا ذل يبلغ حد العبودية، يمكن له أن يلحس أكرمكم الله وأكرمكم حذاءه نعله، عادي جدا طبعا. والمستبد يرى دائما، وصاحب السلطة الغاشم يرى أن الناس أقل من نعله. أحد المستبدين هنا في أوروبا قيل له لعبة، هذه لعبة التمثيلية بسموها، لعبة يلعبون عليهم الناس في المجلس، المجلس التشريعي اختلفوا، الحزب الفلاني اختلف عن الحزب العلاني، قال سأرسل لهم إحدى فردتي الحذاء لكي ترجح جانبا منهم. هم لا يسوون حذاء، نفس المنطق على فكرة في الشرق في الغرب، ما في نفس المنطق، حين يعطى فرصة الإنسان هذا أن يتغول وأن يتأله وهو لا يسوغ له ذلك، هو كتلة من العقد والفراغات والخواءات، لا يستطيع أن يلعب دور إله، يلعب دور حيوان كما قلت لكم. انتبهوا، هياكم أن تظنوا أن المستبد يمكن أن يصبح إلها مصغرا، يصبح حيوانا كبيرا. أفلاطون فهم هذا بذكاء عجيب جدا، لا يصبح إلها شائها، يصبح حيوانا فائقا، سوبر حيوان، حيوان هو سوبر في الحيوانية، انتبهوا، وليس في فوق الحيوانية، في الحيوانية نزولا وليس في التعالي عليها نحو الإنسانية. هذا هو، كيف نحن غير محترمين؟ كيف وإذا وجدت، جزاك الله خير، إذا وجدت الذي يحترم شخصا عاديا ليس مستبدا ليس ذا حول سلطان، فاعلم أن هذا الاحترام له انتهازية، نريد أن ننتهز شيئا منه، ماله، علمه، ربما حيثيته، أن نتخذه واسطة لدى واحد متسلط متنفذ إلى آخره. أنا وجدت للأسف وجدت حتى ممن ينتمون إلى شخصي الضعيف ويدعون أنهم من تلاميذي، وهذا حصل أكثر من مرة وغاضني وأحزنني، ليس لأجلي، لأجلهم هم، أجد أنهم يحتجون، الشيخ أفتانا بهذا، لا والله العظيم لا أفتيت ولا يمكن أن أفتي بهذا، فتاوى تستحل ما حرم الله، فتاوى فيها أكل لحقوق الناس، الشيخ أفتى بهذا، كذبوا وأثموا والعياذ بالله، والله ما أفتيت، أي يستغلون، ولذلك قربهم مني ويدعون أنهم قرباء أو أقرباء من الشيخ ويتلمذون له من أجل أن يتكلموا باسمه وأن يبرروا سخافاتهم ونذالاتهم، شيء غريب يا إخواني، هذا مسلك غير محترم، كيف يمكن الإنسان أن يسلك هذا السلوك؟